الصين في مواجهة وباء كورونا مرة أخرى، حيث تكتظ المستشفيات بالمصابين في العاصمة بكين وضواحيها، في مشهد مشابه لبدايات تفشي فيروس كوفيد في مقاطعة ووهان أواخر عام 2019. في مستشفى تشو يانغلو شرقي بكين يرقد المرضى ومعظمهم من كبار السن على كراسي متحركة أو على أرضية ممرات المستشفى ليحصلوا على الأكسجين بعد نفاد الأسرة، مع استمرار سيارات الإسعاف في جلب المحتاجين للرعاية الصحية، ما حدا بالأطباء وطواقم التمريض للمسارعة بتحديد حالات الإصابة الأكثر حرجاً بفعل الضغط الشديد. الزيادة في عدد المصابين بأعراض المرض الحادة والمحتاجين إلى رعاية عاجلة في المستشفيات جاءت بعد تخلي الصين الشهر الماضي عن أشد قيود الجائحة التي فرضتها منذ نحو 3 سنوات من الإغلاق وحظر السفر وإغلاق المدارس، والتي أثرت بشدة على الاقتصاد وأدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة لم تشهدها البلاد منذ أواخر 80ات القرن المنصرم. كما يأتي رفع القيود في الصين متزامناً مع دعوة الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد لفرض اختبار كوفيد على الوافدين من الصين. وعلى مدار الأسبوع الماضي ردت دول في الاتحاد الأوروبي وأولها إيطاليا بمجموعة قيود صحية على القادمين من الصين، متجاهلة التزاماً سابقاً ينص على رد موحد من دول الاتحاد. تحرك سرعان ما حدت حدوه فرنسا وإسبانيا بفرض إجراءاتهما الخاصة. الولايات المتحدة الأمريكية سبقت الاتحاد الأوروبي بفرضها شرط إظهار نتيجة اختبار سلبية على القادمين من الصين، وفي المقابل حذرت الصين الدول الغربية من الرد بإجراءات مضادة في حال فرضت أوروبا متطلبات الفحص المسبق. تطورات صحية قد تخلق أزمة أخرى تضاف إلى قائمة الأزمات الموجودة أصلاً بين بكين والغرب.